السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد كريبان، كيفاش؟ حياك الله. لا الله يبارك فيك. كي داير لاباس عليك؟ كي داير مع الصحة؟ نحمده تعالى ونشكره. الله يبارك فيكم لالا. عامك تحت عرش الرحمن. يا رب يا رب. الله يحفظك بدمك. اللهم امين لالا، حفظك الله ورعاك. بغيتك سد عين معايا واللي سمعني يقول امين، باغا نحفظ القرآن. الله أكبر. الله أكبر. كنت قاعد الغجر بزاف وكان كنترجع بيك يدخل لي قرآن صدري، ما بغيت حتى حاجة بالدنيا. الله أكبر الله أكبر. بفضل القرآن ما حاسش بهاد المرض، كان الله اللي طالع بيا. أكيد أكيد. كنت كنقرأ القرآن بزاف وكنصلي الفجر وكنهز القرآن، كان ديك السورة اللي كنعرف كنهز القرآن كنقول يا رب إلا ما تشوفي من حالي زرع لي صدري. يا رب يا رب يا كريم. بغيت منك دعوة ديال الخير يا ربي في الدنيا. يا ربي لالا فاطمة، هنيئا لك هنيئا لك. بغيت نحفظ القرآن، كنت رجاء بغيت منك دعوة ويقبل لي يقبل لي الله اللي سمعني يقول امين. اللهم امين لالا فاطمة. يا رب يا رب يا كريم. اللي مع واحد الوليد 8 سنين هو فرق عليا في الغربة. يا ربي الله يرد به ردا جميلة. يا ربي امين، يطبع لي الله ورقاته. يا رحمن يا رحيم. يا ربي يا كريم، بارك الله فيك لالا فاطمة. الله يعزك لالا. لالا فاطمة، كلامك يبعث على الأمل. الحمد لله أيها الأحباب الكرام، هدأ الرغبة عند لالا فاطمة في ظل الأزمة دي الكورونا. ماذا تطلب من المولى عز وجل؟ أنه يسهل لها حفظ كلامه العزيز. سبحان الله، الناس كيتكلموا على المناعة، الكل يقول بأن كورونا إذا وقف أمام أي جسم يتمتع بمناعة قوية فإنه يخشاه ويفر منه. كورونا يفر من الجسم اللي فيه مناعة، والمناعة معروف باش كنكتسبوها. طبعا هناك التغذية المتوازنة، هناك مجموعة ديال الأدوية كنستعملوهم لا قدر الله كالإنسان شعر بتعب أو عياء. لكن هل تعلمون أيها الأحباب الكرام بأن أقوى ما يؤدي إلى المناعة في الجسم وهو قوة الإيمان واليقين في الله. قوة الإيمان واليقين في الله، وخصوصا أن الإنسان إذا اجتهد في حفظ كلام الله. هل تدري ما معنى أن يكون كلام الله في صدرك وتقراه وأنت محب له؟ مش غير كتقراه لكي تتباهى به أو تستعرض قدراتك الصوتية، لا، تقرأه حبا في الله ورغبة في أن تنال ثوابه وأجره. أعظم شيء في الوجود، أعظم تروى أن يكون القرآن الكريم في صدرك. هذه مناسبة أيها الأحباب الكرام، العائلات كلهم، وإحنا الآن صار محكوم على الجميع لواحد فترة زمنية ربما قد تكون 15 يوم ربما أقل أو أكثر، غنبقاو في البيوت ديالنا، لا مدارس لا مقاهي، حتى العمل غيكون عن بعد. واحد المجموعة ديال القطاعات عندهم العمل عن بعد. إذن فرصة أننا داخل بيوتنا نجتمع على مائدة القرآن الكريم. كل زوج وزوجة وأولادهم وبناتهم يجتمعون على القرآن الكريم، وعندنا التعليم عن بعد. ما تحتاج إلى فقيه مدرر ولا أستاذ في قواعد التجويد أو في المقامات الصوتية، كله موجود عن طريق الأنترنت. عن طريق الأنترنت عندك حاسوب، عندك هاتف نقال، عندك تابلت. إن شاء الله تعالى، وهذه دعوة الناس المسؤولين في البلد ديالنا أنهم خصهم يدعموا الطبقات الفقيرة والطبقات المعوزة، يدعموها بالثمن ديال الانترنت. خصو يتخفض كما تخفضت الأسعار ديال البنزين وديال المحروقات، خاص يتخفض الثمن ديال الانترنت باش الجهات اللي هي فقيرة تلقى مناسبة أنها تقتني هذه التقنية الرقمية. وإلا هذه فرصة، التلفازات ديالنا الرابعة ما يسمى بالقناة الثقافية، وكذلك القناة الأولى والثانية والأمازيغية وكل هذه القنوات، هذه فرصتنا. الإعلام العمومي يتطور نحو المعرفة
ونحو الثقافة ونحو التوجيه والإرشاد. والحمد لله نفتخر بالقناة السادسة كتقوم منذ زمان بهذا الدور التثقيفي والتعليمي والتوعوي، وستزيد إن شاء الله في المدد في هذه الأيام. هذه فرصتنا أيها الأحباب الكرام، العائلة تجتمع على حفظ القرآن، الأمهات والآباء والأولاد، والقضية سهلة. هل تعلمون أن القرآن الكريم إذا كان يقرأ في البيت راك يعود البرمجة ديال كل شيء، البرمجة ديال الدهن وديال الدماغ، البرمجة ديال الجهاز النفسي، البرمجة ديال اللي مريض اللي عنده سرطان لا قدر الله وعنده أوجاع وعنده أمراض وعنده سحر وعنده اكتئاب، راه العلاج رقم واحد وهو أن الإنسان يصير مداوم على سماع القرآن أو ترديد القرآن أو فهم القرآن، يوطد صلته بالقرآن الكريم. وسيرى عجبا، هذه فرصتنا جميعا أيها الأحباب الكرام، نبدأ وتكون إن شاء الله تعالى مناسبة للتنافس في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. لالا فاطمة هنيئا لك، راه ماشي انت اللي بغيتي تحفظ القرآن الكريم، راه الله تعالى حبب إليك حفظ القرآن. والطريقة سهلة، عندنا أوقات معينة كيكون الذهن صافي لحفظ كلام الله، أولها بعد الفجر أو في السحر قبل الفجر. لقوا بأن المخ ديالنا كيكون مهيئ والخلايا ديال الحفظ كتكون مهيئة ونشيطة باش تضبط أي شيء تحفظه، كتكبطي. فوقت السحر وأيضا بعد الفجر وقت ممتاز لكي نحفظ، إما نحفظ باللوح كان أفضل لأنه في لوح محفوظ، وإلا نحفظ من المصحف مباشرة أو نحفظ من السماع عن طريق التجهيزات الرقمية المتوفرة لدينا الآن. وطيلة اليوم بعد أن أحفظ واحد الجزء نبدأ بخمس آيات خمس آيات خمس آيات خمس آيات، هكذا كان ينزل القرآن الكريم. ثم نأخذ كتاب التفسير، إلا ما عنديش ما تخممش، الانترنت فيه كل شيء، أي كتاب تاع التفسير كاين كلهم، كل التفاسير التي كتبت في التاريخ الإسلام وهي بالألاف متواجدة في الانترنت. شوف بدأ في الأول بالتفسير بالمأثور كالتفسير ديال الإمام ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، هذا أجود التفاسير. وكاين تفاسير كثيرة جدا ديال القرطبي في الجانب الفقهي، ومن أجمل التفاسير في ظلال القرآن لسيد قطب رحمه الله تعالى رائع، لأن في تجليات وفي تصوير فني رائع. واللي جاء صعيب يأخذ فقط ما يسمى بصفوة التفاسير للأستاذ محمد بن علي الصابوني، هذا معاصر سوري يلا توفي مؤخرا بعد سنوات، هذا كتاب متميز سهل المنال في صفوة التفاسير. كل ما قريت واحد الجزء من القرآن أفهم معناه، وغنلقى راسي بأنني كنتكون من جديد، بحال واحد الوردة كتسقيها بحال واحد الحديقة كتمهملة، كنجمع الورود ديالها والأزهار ديالها والنخيل ديالها والأشجار ديالها وأسقيها بالقرآن حتى تصير مزرعة وارفة الظلال. هذا خير عظيم إذا استغللنا هذه الفرصة، راه ما كاينش الفارق أيها الأحباب الكرام، راه ربما أن الله تعالى من الخير أنه قال لنا بارك عليكم من الدنيا، راه كانوا الصين كيخدموا بالليل وبالنهار، كيخدموا بالنهار وبالليل وكيجمعوا المال، وبعدين لا الإنسان كيخدم باش يوفر واحد الوقت آخر للعبادة والطاعة. ربي عز وجل ماذا قال؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. كنخدموا شوية وكنرتاحوا شوية، واحد الوقت ثالث نتوجه به إلى مولانا، نجتمع على الذكر، نجتمع على المذاكرة، نجتمع على العبادة والطاعة. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وأحسن طريقة للمراجعة لالا فاطمة ديال القرآن الكريم هي بالليل قبل ما ننعس، نعاود داك المقطع اللي حفظته بالنهار وردده 7 مرات إلى 10 مرات أردده. هذا كيتسمى المنهج الاستردادي، وهو أن الدماغ كيبدأ يردد طيلة النوم. لاحظ معي، دير تجربة قبل ما تنعس، سمع أغنية، أي أغنية سمعها، وغتلقى في الصباح الباكر ملي غتفيق تبغى تفطر غتلقاها تجري على لسانك، داك النغم وديك الالحان وديك الكلمات تجري على لسانك دون ان تعلم ودون اراده منك. هذا كيتسمى المنهج الاستردادي، ان كل ما سمعناه بالليل نردده بالنهار. واعظم شيء هو القران الكريم، وانا داك غتلقى بانك قد ضربت مجموعه عصافير بحجره واحده،
فأسأل الله الكريم للا فاطمة أن يهيئك لحفظ القرآن العظيم. واطمئني هذه النية رها كافية، إنما الأعمال بالنيات. وقد تحدث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وبشرنا ببشارة، قال لنا بأن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه، هاد القراء المعروفين في الساحة عندهم المهارة في القراءة، صوت جميل وأداء جيد ومقامات صوتية واحترام لمقامات التجويد وقواعد التجويد، وعندهم قبول عند الجماهير، هادو أئمة القراءة، هادو عمالقة القراءة. ماذا ربي عز وجل يقول يوم القيامة؟ كيقول لهم لكل واحد اقرأ ورقة ورتل، فإن مقامك عند آخر آية تقرأها. هنيئا له، غادي يبقى يقرأ ويرتقي ويرتل وما يساليش، لأن مقامه عند آخر آية يقرأها. لطالما ردد القرآن يصعد يصعد يصعد. لكن ما بالو الإنسان الضعيف اللي كيبغي يحفظ ورأسه قاصح ودغيا كينسى وما كيفهمش وما باش يستقم لقواعد التجويد ولا تستقم له الموازين، ماذا يفعل؟ هو كيحرص باش يحفظ بالليل وبالنهار وكيدير المجهود. هذا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بشره بشارة عظيمة، قال هذا له أجران، له مرتين الضعف ديال داك القارئ الماهر، ضعفين. إلى ربي عطى لهذاك مليار حسنة كيعطي لهذا اللي ما عرفش وما فهمش مليارين حسنة مثلا. علاش؟ لأنك اللي في الدنيا عطى الله الحضوة، كيعود كيقرأ مزيان والناس يتهافتون عليه وربما يكرمونه وهو كيشعر بنوع من الفخار والعزة بالنفس، أخذ نصيبه من الدنيا. أما الآخر بدل مجهود ولكن ما كيفهمش وما كيقراش وما كيحفظش ورأسه قاصح وكيبقى في الحال وكيبكي، كيقول لهم الله تعالى يا ملائكتي أعطوه ضعفي هذا. فالحمد لله كل شيء ربح. قانون التعويضات الإلهية رائع وعظيم ودائما يبعث على الأمل. أسأل الله الكريم أن يحفظك يا لالة فاطمة ويحفظ ابنك ويعود إليك سالما غانما من ديار الغربة، وأن يسعدكم أجمعين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.